سلام عليكم. ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا. نور سلام، نور سلام. كبر في الروضة يا شيخ أحمد، زلزل مشاعرنا، زلزل مشاعرنا. جل المنى. الكلمات الموقظات، الكلمة الثامنة والعشرون بعد المئتين. يخرون للأذقان سجدا. لاحظ أن كلمة يخرون جاءت مرتين في خواتيم سورة الإسراء، الأولى في قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أول مرة تأتي كلمة يخرون. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أيها الصالحون الكبار الكمل، يخرون جاءت مرتين كما تلاحظ إذا كنت مفرفشا معنا مصحصحا معنا، لكن في المرة الأولى جاءت يخرون للأذقان سجدا، والمرة الثانية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الوصف الأول اقتصر على وصف ماهية السجود، يخرون للأذقان سجدا، الحالة الوصفية الآنية. ثم الآية التي بعدها أضافت معاني جديدة، ومنها ويخرون للأذقان يبكون، والبكاء لم يأتي في الآية الأولى، ومنها ويزيدهم خشوعا، وهذه لم تأتي أيضا في الآية الأولى. نحن بين الآيتين 107 و109 في خواتيم سورة الإسراء. سترى عجبا عجابا وفهما جميلا عندما تتأمل هذه الآية. يخرون للأذقان سجدا 107 109 ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا، أي أن السجود يزيد الإنسان خشوعا ورجوعا إلى الله رب العالمين. وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فقد انتهى وقتنا ولم ينتهي حبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا